بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم جميعا في حلقه جديده من حلقات برنامجنا بالورقه والقلم هذا هذه الحلقه استثنائيه لاننا هنا في مقر القوات البحريه المصريه تاريخ من البطولات تاريخ من الانجازات تاريخ من الانتصارات ونحن نحتفل بالعيد السابع والخمسين للقوات البحرية هذا اليوم الذي يمثل رمزا للتضحية والفداء والانتصار منذ ان قامت القوات البحريه المصريه بتحقيق اعظم انجازات وانتصارات حرب الاستنزاف بعد هزيمه 67 باغراق المدمره ايلات في الواحد والعشرين من شهر اكتوبر 1967. في هذا اليوم وفي هذا التاريخ وفي هذا المكان ايضا لنا وقفه مع التاريخ نتذكر ونتعلم ونستشرف المستقبل.